خلينا الاول نروح لجرافيك هذه المباراه. لو الجرافيك جاهز يا سمير ولا لسه شويه؟ جاهز؟ طب اتفضل. طبعا احصائيات عن دوري ابطال افريقيا، اكثر الانديه مشاركه بالبطوله النادي الاهلي طبعا 30 مشاركه، اكثر الانديه تتويجا بالالقاب متتاليه لقبين متتاليين النادي الاهلي في 2005 2006 و2012 2013. بيجي تاني الانديه تي بي مازيمبي 67 68 و2009 2010، النادي الترجي التونسي في 2018 2019 وانيمبا النيجيري في 2003 2004. الفرق الأكثر حصولاً على لقب دوري أبطال إفريقيا، نادي الأهلي 8 ألقاب، نادي الزمالك 5 ألقاب، نادي مازيمبي 5 ألقاب، الترجي التونسي 4 ألقاب، أما الرجاء المغربي فثلاث ألقاب، وهافيا كوناكري 3 ألقاب، وكانون ياوندي 3 ألقاب أيضاً. أكبر عدد من النهائيات المتتالية التي تلعبها الأندية 4 نهائيات متتالية، النادي الأهلي طبعا كالعادة صاحب الصدارة في هذا الموضوع 2005 2006 2007 2008 وهافيا كوناكري وفي 75 و76 و77 و78 وتي بي مازيمبي 67 68 69 70. أما أندية فازت باللقب دون هزيمة، الترجي الرياضي التونسي في 94 و2011 و2019 وشبيبة القبائل الجزائري في 1981 والنادي الأهلي المصري في 2005. أكثر لاعب تتويجا بالبطولة 6 ألقاب، النجم الكبير وصخر الدفاع منتخبنا الوطني والنادي الأهلي كابتن وائل جمعة في 2001 و2005 و2006 و2008 و12 و2013. الهداف التاريخي لهذه البطولة أيضا نجم وأسطورة كرة القدم المصرية والنادي الأهلي كابتن محمد أبو تريكة ب 31 هدف. أكبر فوز في تاريخ هذه البطولة 8-0 نادي مازيمبي على النادي الأفريقي في دوري المجموعات 2018-2019. النادي صاحب أكبر فوز في المباريات النهائية النادي الأفريقي في سنة 1991-6-2 على حساب نادي فيلا الأوغندي.